الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدًا يليق بمقامه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة سماحة السيد الشيخ خالد بن تونس حفظه الله ورعاه، سماحة السيد الشيخ عبد الهادي أحمد القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية، حضرات السادة أبناء ومريدي الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية، حضرات السادة المشايخ والعلماء، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان المحاضرة بإذن الله هو الطرق الصوفية ودورها في نشر الإسلام في العالم. وفي ذلك نقول وبالله التوفيق، إنه في البدء والأصل كان السائد على الأرض منذ القدم التوحيد وعبادة إله واحد هو الخالق سبحانه وتعالى منذ عهد آدم وشيث، وذلك هو دين الله العام الذي بزغت عنه جميع الأديان، وهذا هو المبدأ الذي كان مناراً للإنسانية قديماً وحديثاً. ثم إن جميع الديانات حتى القديمة منها المتصلة بأعماق التاريخ البشري قد خرجت رجالاً فضلاء تكونت مبادئهم على توحيد الخالق والعمل الصالح، فأدهشوا العالم بسمو أفكارهم وعظيم أخلاقهم ورقي أعمالهم وتشربهم الدائم إلى سماء المعرفة. ولكنهم في العالم أفراد كل غرضهم إرشاد الجامعة الإنسانية إلى طريق الحق والروح والخير والكمال، وهم درجات أعلاها درجات الأنبياء والرسل الذين كان يبعثهم الله منذ فجر التاريخ الإنساني حيناً بعد حين، وكلما خبى نور الروح الإلهي وراء جنوح المادة وشهوات البشر، وكلما وضع الناس الروح تحت مكيال المادة جد أولئك ليقيموا منار الهدى وينعشوا روح التعاليم الإلهية ويأخذوا بيد البشرية نحو الخير والحق والجمال وصالح الإنسانية. ثم نجد على إثرهم وطريقهم الأولياء والصالحين والزهاد، وهو ضرب السادة الصوفية. وإنه ليذكر التاريخ الإسلامي بكل إعزاز ما للصوفية ورجالها من جهد ودور وأثر عظيم في نشر الإسلام في العالم، من الصين والهند حتى البلقان وكذلك إفريقيا وبعض دول أوروبا. ولا يمكن للباحث المنصف أن ينكر دور الصوفية ورجالها باعتبارهم أهم أسباب انتشار الإسلام في معظم بلدان العالم. وليس ذلك فحسب، بل يعود إلى مدارسهم الفكرية وهمتهم في أسر قلوب الشعوب المختلفة الذين لم يكن من السهل أن يتقبلوا ديناً غير دينهم، وعقيدةً تخالف عقيدتهم، وفكراً يطمس فكرهم إلا بفكر وهمة وصبر وعزيمة رجالٍ
هم أسد بالنهار ورهبان بالليل. وإن سمعت عن رجال هذا وصفهم فاعلم أن الحديث عن السادة الصوفية. ليس إنصافا لرجال التصوف الإسلامي إذن، أو تحيزا لهم، أن نقرر أنهم أصحاب اليد الطولى في نشر الإسلام في كل أرجاء العالم، إنما التاريخ أنصفهم. ولأنه لا يمكن جمع الطرق الصوفية السنية العملية مع الأخرى السلبية الفلسفية الإشراقية، فأنه لا بد من تبيان الفوارق بينهما. فالحديث قاصر على الصوفية السنية العملية دون غيرها، وهي التي كان لها تأثير في نشر الإسلام والحفاظ على الهوية الإسلامية في أماكن وبلدان مختلفة. ومن هذه الطرق التي نعنيها الشاذلية والقادرية والنقشبندية واليسوية والمولوية. ثم في العهد الحاضر يمكن إضافة طرق وجماعات صوفية أخرى مثل النقشبندية. الخالدية وتلاميذ سعيد النورسي وفتح الله كلن وأبي الفيض المنوفي، التي كان لها دور عظيم في نشر الإسلام في شمال إفريقيا وأوروبا. تلك الطرق والجماعات الصوفية كان لها وما زال أثر كبير في نشر الإسلام في ربوع العالم. وإننا في هذا المقام لم نقصد الإشادة فقط بدور الفكر الصوفي والطرق الصوفية في نشر الإسلام في الماضي البعيد والقريب، بل إن ذلك سيكون توطئة لأهمية الدور الصوفي في الحاضر وفاعليته في المستقبل. إن الإسلام ذلك الدين القيم الذي اختاره الله ليكون خاتم الديانات السماوية لتسعد به البشرية عن طريق تعاليمه الربانية، لا بد وأن يتصف بصفات تميزه عما قبله من أديان، فهو يشملها ويؤكد على تعاليمها، ثم يتميز عليها بصفات تتسق مع كمال النضج البشري وتمام وعي العقل الإنساني. ومن أهم تلك الصفات التي تميزه عالميته. فهذا الدين الإسلامي لم تخاطب به طائفة دون أخرى أو شعوب دون غيرهم، إنما هو دين الإنسانية كافة بعكس غيره من أديان. فقد أخذت الرسل تطرى إلى أقوامها دون أن تتعداها، فنوح أرسل إلى قومه، وكذلك موسى وعيسى عليهما السلام إلى بني إسرائيل، وأنبياء كثيرون بعثوا في أقوامهم. أما الرسالة المحمدية فكانت رسالة عالمية تخاطب جميع الشعوب على قدم المساواة دون تمييز. يقول رب العزة مخاطبا رسوله الكريم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبذلك أكد الدين الإسلامي منذ لحظة نزوله أنه دين صالح لكل زمان ومكان. ولما كانت صلاحيته هذه لكل البشر، فهو بالضرورة صالح لكل عقل يستسيغه ويتقبله كل فهم. وقد وضع المولى سبحانه وتعالى قانونا عالميا للمسلمين وغيرهم، هو أن تكون الحرية الدينية مكفولة للجميع، لا إكراه في الدين. وقد التزم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون منذ فتحاتهم الأولى. وبذلك كان للإسلام ميزة أخرى تجدها إذا علمت أنه الدين الوحيد الذي عاش في دياره كل أصحاب الديانات والعقائد
والملل الإلهية والوثنية بكامل حريتهم في ممارسة عقائدهم، وصان لهم الإسلام معابدهم وأموالهم، ولقد جعل الله الإسلام ديناً عقلانياً، وطلب من المسلمين استخدام عقولهم في تدبر آياته الكونية وما أودعها من سنن سديدة في نظام دقيق، وحث على العلم وأمر به منذ أولى آياته: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكانت الأمة الإسلامية هي أمة اقرأ، وهو الضرب الذي فاق فيه المسلمون غيرهم ونقلوا علومهم إلى الآخرين. ولا يمكن أن ينكر المنصفون فضل الإسلام والمسلمين على العالم في العلوم المختلفة، وإن من العجب أن ينكر البعض هذا الفضل للمسلمين حقداً على الإسلام ولمرض في قلوبهم، ولكن المنصفين أقروا بذلك الفضل، وهم كثير، منهم جوستاف لوبو وأيضاً الميسيو كازانوفا أحد أكبر أساتذة الكلية الفرنسية بباريس، الذي نظر في كلمات وأحاديث نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلق على ذلك بقوله: يعتقد الكثيرون منا أن المسلمين لا يستطيعون تمثيل آرائنا وهضم أفكارنا. نعم، هذا القول نفسه هو عنوان حياتنا الفكرية المعاصرة، وإن أوضح مبادئ الحرية الفكرية قد كشفت أمثال لوثير وكالفن، وعاد الفضل فيها إلى رجل عربي من القرن السابع هو رسول السلام صاحب شريعة الإسلام. فالإسلام يعانق العلم منذ أول آيات القرآن العظيم التي نزلت على الرسول الكريم، وبذلك يرفع الله العلم درجة فوق تسبيح الملائكة، وألزم الله في شريعته الإسلامية الإنسان وبخاصة المسلمون بالمساواة بين البشر جميعا في الواجبات والحقوق العامة، بحيث لا يستعلي أحد على أحد، وألغى الكهنوت والواسطة بين البشر وخالقهم، فالبشر جميعا أمامه متساوون، وبذلك تساوت في الإسلام جميع الأجناس والأعراق والألوان. وبجانب الدعوة إلى المساواة بين البشر، دعا الله دعوة عالمية كبرى إلى التمسك بالسلوك القويم المتمثل في مجموعة كبيرة من الفضائل، منها الشغف بالعلم ونبذ الجهل واستخدام العقل والتسامح بين كل الملل. ولهذه الفضائل أخوات أخرى في الإسلام، منها فضيلة العمل والوفاء بالعهد والمساواة بين الذكر والأنثى والرحمة للإنسان والحيوان، حتى لا يسمى الإسلام بدين الرحمة، ومن ذلك أيضا الصدق والعدل والحياء والصبر والعفاف والعفو ورعاية اليتيم والإحسان إلى الفقير والمسكين والأسير. وكان أول دين تضمن مبادئ الديمقراطية الحقة ومبادئ حقوق الإنسان، ومنه استقت القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية نصوصها وبنودها. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم والمسلمين منذ فجر الدعوة الإسلامية كانوا يستشعرون هذه الفضائل والمعاني السامية، وكانوا يعلمون أن دينهم غير قبلي، ولم يميز عربيا على أعجمي، بل هو دين الإنسانية جميعا. ولعالمية الإسلام ولفهم المسلمين لتلك الفضائل، كان همهم الأكبر نشر الإسلام في ربوع العالم، ولم يكن هذا الأمر أي نشر الإسلام قاصرا على الفتوحات الإسلامية، بل اصطحبت جيوش المسلمين الكثير من الزهاد المجاهدين الذين آثروا الزهد على متاع الدنيا والجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، لا بالسيف كما زعم البعض، بل بالأسوة الحسنة والخلق القويم. ومن بعدهم طبقة الزهاد، ثم ظهر في أواخر القرن الثاني الهجري لقب الصوفية الذي أطلق على المجاهدين الزهاد، ولم يطلق على بعض الصحابة لقب الصوفية تمييزا لهم، وإن كان فيهم أهل الصفة، وذلك لشرف صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
فليس هناك عندهم أعظم من أن يطلق عليهم لقب صحابة رسول الله. ثم بعدهم كان الزهاد الذين أطلق عليهم وعلى من صار في ضربهم لقب الصوفية. إن من الناس أفراد يتمثل فيهم النضج العقلي والروحي في أعلى مراتبه، أو قل تتمثل فيهم الإنسانية في أعلى مراتبها وأطوارها، فقد اختلفت الأسماء التي أطلقت على هؤلاء الأفراد في العصور المختلفة، ولكنهم جميعا يشتركون في حب الخير والرغبة في إسعاد الإنسانية وإرشادها إلى طريق الحق والخير والعدل. وهم من اختلفت ألوانهم ولغاتهم ومشاربهم ونزعاتهم، فإنهم يشتركون في الرغبة في إسعاد الإنسانية والرقي الروحي للبشر. ومن هذا الصنف الملهم المتصل بالعالم الروحي الصوفية والزهاد. أما الهدف الذي يهدفون إليه ويكرسون حياتهم له، فهو الوصول إلى الحقيقة والاتصال بها عن طريق حالات روحية خاصة يدركون بها الحقائق إدراكا ذوقيا مباشرا. إن حقيقة التصوف عند أهله والمنصفين من غيرهم أنه روح الإسلام وهو قلب الإسلام على الحقيقة. وإن التصوف الإسلامي السني الإيجابي العملي يأخذ طالبه والسالك فيه بأسباب الدنيا وأسباب الآخرة، قلبه دائما مع الله ابتغاء لمرضاته، طالبا وجهه، راغبا في إسعاد البشرية وعلاجها من أمراضها، وبذل كل جهد في نشر قيم الحق والخير والعدل والجمال والتسامح والتواضع والعفاف والنخوة والعزة واللين والرأفة، والزهد فيما في أيدي الناس وحب البشرية ونشر قيم السلام. ذلك لأن الصوفي الحق إذا رأيته أو صاحبته أو عاملته علمت أنه رجل دائب الفكر، كثير الذكر، غزير الحكمة، محب للعلم، كاره للجدل، محب للسلام، كاره للبغضاء، همته محصورة في البحث عن الحق وإسعاد البشرية. ولله ضر من قال إن الصوفي ليس ثوريا بالمعنى الذي نفهمه اليوم، لكنه مجدد ومنعش للحياة. إنه يجدد ولكنه لا يستخدم وسائل عدوانية تجاه المجتمع. إن التصوف وهو قلب الإسلام، نهج الرباني، قوامه التوحيد الخالص النقي من شوائب الأغيار وكادورات النزوات والشهوات، والمتحرر من زيف المادة وأثقالها. إن العالم الآن مدخم بالمشكلات، تموج فيه الاضطرابات الفكرية الزاهلة عن الحق والحقيقة، وهو في حاجة إلى من يأخذ بيده إلى حلول واقعية لمشكلاته الجمة. وإن الإنسان المعاصر الذي أثقلت كاهله هموم الحياة ومعاناتها، وهو ما زال ينوء بأثقال المادة التي أحنت ظهره بعد أن توهم إنها طريقه إلى السعادة والرفاهية، إنه في حاجة الآن إلى غذاء معنوي لهذا الخواء الروحي الذي يعيشه. لذلك تجد المفكرين الجادين في محاولة منهم لإنقاذ البشرية يبحثون عن مشروع إنساني جديد يتسم بتضامن حقيقي بين أفراد المجتمع الإنساني عبر مرونة الفكر وتقبل الآخر. وهذا لا يتحقق إلا بالرجوع إلى روح التوحد الإنساني والتناغم الصحيح بين الروح والعقل. وإن الحاجة إلى العودة إلى الحياة الروحية وتجديد العلاقة مع الكون واحتواء الآخر، وحاجة الإنسان إلى معرفة ذاته، كل ذلك أصبح حاجة حيوية ملحة تطوق لها الإنسانية. لهذا وذاك عفوا سيدي،
لهذا وذاك نجد أن الفرصة متاحة أكثر من ذي قبل، والأرض مهيئة تماما للطرق الصوفية ورجال التصوف الإسلامي لينشروا قيم التسامح والعدل والحب والآخاء والمساواة وتقبل الآخر في ربوع العالم وبخاصة أوروبا والأمريكتين. إن العالم قد أنصت بكل ترقب ليستمع إلى صوت الصوفي الطاهر، لعله يجد علاجا لأزماته المتراكمة، لعله يجد علاجا لأزماته المتراكمة وهمومه المزمنة. ولقد أثبت الصوفية عبر التاريخ الإنساني أنهم ما نشروا الإسلام في بقاع الأرض وانجذبت إليهم أفئدة الناس إلا بالدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبنشر القيم وفضائل الإسلام مثل المساواة والعدل والخير والرحمة والإحسان وغيره أحسن المتصوفة شرح الإسلام، فانجذبت لهم قلوب الأهالي وأسلموا وأصبحوا مدافعين عن الدين وغيورين عليه. الاختتام واجب. لذلك ها هو العالم ينتظر من يخرجه من ضلالات المادة ووهم وجود السعادة في ظل خواء روحي وبعد عن الله. وإن رجال التصوف منوط بهم كعهدهم الأخذ بيد هؤلاء الحيارى المتخبطين بين ضلالات الشرك ووهم المادية، وأنه كما أسلفنا نرى في المستقبل نرى أن المستقبل بإذن الله للتصوف الإسلامي، والأرض مهيئة تماما للدعوة الإسلامية الحقة بقيمها وفضائلها السمحة الراقية. وعلينا أخيرا أن نوحد الجهود المخلصة لنشر الدعوة الإسلامية السمحة، وذلك بسبل عديدة منها عقد المؤتمرات واللقاءات والحوار مع الآخر. فالصوفي قادر على احتواء الآخر بعون الله ومدده، وأمامنا أمثلة عصرية كثيرة تؤكد على هذا المعنى، منها الجهود المشكورة المبذولة من الشيخ خالد بن تونس وأبناء الطريقة العلاوية الدرقاوية وأبناء الطريقة العلاوية الدرقاوية الذين لا يفوتنا أن نتقدم لهم بخالص التهنئة والشكر وعظيم التقدير والاحترام، سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير للإسلام وأهله، وأن يمدهم بمدد واسع من فضله، وأن يفتح بهم ولهم أفئدة الناس. إنه نعم المولى ونعم النصير، وإنه على ما يشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au début de l'humanité, la religion était celle de l'unicité, origine de tous les cultes qui ont donné naissance à des hommes dont les actions étaient toujours guidées par leurs intuitions illuminées. Les plus élevés sont les prophètes, les messagers envoyés par Dieu. Après eux, nous trouvons les élus, les saints, les messiques. L'histoire nous raconte le rôle joué par les soufis pour promouvoir l'islam dans tout le monde. Grâce à eux, l'identité musulmane a été préservée. Il ne faut pas confondre les voies soufis sunnites et celles philosophiques orientalistes. L'islam doit en un rôle très important pour répondre. L'islam doit en tant que la dernière religion révélée, avoir des caractéristiques qui les diffèrent des autres religion, il les englobe et les complète. C'est une religion pour toute l'humanité entière, mais aussi il a comme règlement la coexistence des religions. On trouve que toutes les religions sont l'autorité musulmane, avoir une autorité
mais sans intermédiaire avec le divin. Les gens d'autres religions et d'autres croyances y ont existé, coexisté. L'islam interpelle la raison. Le premier verset a été lu. En citant quelques savants et chercheurs qui ont un argument positif envers l'islam, que c'est une religion de la raison et de la science, tels étaient les propos du prophète. L'islam est la religion de l'égalité des sexes de toutes les races, pas d'intermédiaire pour accéder au divin. C'est la religion de la miséricorde et des vertus, chose qui a facilité son expansion. Au deuxième siècle de l'Hégire, le mot Sophie a apparu. Il y a des gens qui ont une maturité spirituelle, qui ont pour but le bien-être de l'humanité, le développement des vertus, de la réalisation par l'expansion, par l'expérience personnelle, le sophisme est l'âme de l'islam. D'où un retour, il faut un retour vers une spiritualité vivante si l'être humain doit trouver sa place dans la vie quotidienne.